السلام عليكم، كنتواجدوا مدينة القنيطرة بواد سبو بالضبط، جولة إيكولوجية. السلام عليكم، شو سميتك؟ عبد الإله. سي عبد الإله، الناس اللي كيبغيو يديروا جولة هنا غيلقاوك؟ غيلقاوني من 10 ديال الصباح للمغرب. دونك من 10 الصباح حتى للمغرب، اللي بغى يدير واحد الجولة في هذا النهر مرحبا به. والثمن الله يخليك، كانوا بليداتهم 4 ولا 5 درهم. 5 درهم 10 درهم الواحد، يعني 5 درهم يقدر دير الانسان واحد الجوله، جوله ايكولوجيه تعجبهم الجو. الناس في قنيطره ما تعطشين بحال هاد الاماكن ويبغيو انها تكون فيها جولات. منين انت بديتي هاد الحرفه هادي؟ شي 20 سنه. مزيان تبارك الله. شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي كنتمنوا بغينا نديروا ورقات، حتى حنا كنهزوا بالقوانين ديالنا نمشي هكا. تبغي دير رخصه باش تطور هذا المركب حتى هو يولي تطور المركب ماشي هو صراحه مكان سياحي جميل، والفضاء يعني مؤهل باش يكون فيه تكون فيه جولات سياحيه. هاكو الناس بوليداتهم عائلات تهبطو هنايا مزيان، السبت والحد تكون عائلة كبيرة اللي تهبطو. نتمنى ان شاء الله يصايبونا هادشي، ان شاء الله نطلب من الله ان الامور تكون هي هذيك، وهاد القارب تزيد تطور منه، وما يكونش غير انسان واحد اللي هنا يكونوا بزاف، وتكون مدخول عليكم اللي يكون واحد المردود عليكم بالفائدة ان شاء الله. ان شاء الله. شنو هو المشكل اللي كاين؟ ما كي هيك الواد الحار ما تيبقى يطلع الماء تبقى يعطي هيك الريحه، يعني الواد الحار كيصب في هذا الماء. اه في حي في ملي يهبطوا الناس وليداتهم عاد كيطلع الماء، تجي الطلعه ديال النهار تبقى يعطي هيك واحد الريحه ديال التلوث. ونتمنى ان شاء الله راه غادا شويه تتقدم القناطرة، غادا تتزيان، غادا تزيان ان شاء الله. هاي يتنافوا هذا الواد هو اللي باقي عليهم شويه، نتمنى يزيدوا ان شاء الله. هذه قهوة جديدة؟ زين. الله فاضي زوين هنا، يقدر لا تايبو يقدر يجيو السياح هنا ويشوفوا مناظر زوينه، ولكن خاصكم عاد تلفتوا لي وشوفوا هذه القضيه هنا راه زوينه في هذه القنيطره. هذه القنيطره كلها زوينه، خاصها بنادم كيفاش يتلفت ليها هنا ويصاوبها الدنيا هنا. ان شاء الله غيكونوا تديروا هنا ان شاء الله، وقادوا لنا الصغير هنايا وقادوا لنا حسابنا حنا وريقاتنا الحمد لله يخدموا على وليداتنا. ومرحبا بكم كاملين.
اللي داخل قنيطرة اللي خارج قنيطرة مرحبا بكم في واد سبو.